كلام الرب معكم أعزائي المستمعين، ويسعدني اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية المعاشة. عنوان حلقة اليوم هو لمن نذهب؟ نمر بمواقف يومية متعددة، منها ما يكون محبطا ومحزنا، لا سيما الأزمات النفسية والمتاعب المجتمعية التي تدفعنا للبحث عن حلول عاجلة معتمدين فيها على خبراتنا أو طرق العالم العلاجية، ومنها ما يكون بسيطا ولكن أيضا يبعث في نفوسنا الحيرة والجهد الفكري، كالأمور التي تتعلق بتربيتنا لأطفالنا أو مهامنا الحياتية اليومية إلى آخر ذلك. في بعض هذه المواقف نتساءل أحياناً لمن نذهب للحصول على العون؟ للأسف العالم اليوم يتجه إلى أسلوب العالم، صحيحاً كان أم خاطئاً، لحلحلة أموره ومتاعبه ومشاكله. نقرأ في سفر الأمثال قول الرب: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، كما جاء في سفر الأمثال الإصحاح الثالث والآية الخامسة. أي اذهب له أولا حتى لو كنت تشعر أنك قادر على اتخاذ قرار مناسب. ستقول لي: ربما الله يسمع المعضلات الصعبة ولكن لا يتفرغ للاستشارات الصغيرة. أقول لا. لماذا؟ لأن الرب راغب لنا بالتدريب اليومي على الاتكال عليه ورمي أحمالنا بالكامل عليه، حتى وإن كانت صغيرة وخفيفة، كي نكون أقوى حينما نواجه احتياجات أكبر. نقرأ في إنجيل متى: وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال، فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل: انتقل وانطرح في البحر، فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الحادي والعشرون من الآية الثامنة عشر إلى الآية الثانية والعشرون. نلاحظ من خلال هذه القراءة أن الرب كمعلم رغب أن يعلم تلاميذه كيفية التدرب على اختبار القوات السماوية، فصنع لهم نموذجا بسيطا ليوصلهم لكيفية نقل الجبال. ما هو المفتاح؟ عدم الشك. وعدم الشك يتطور في كيان المؤمن بكثرة التدريبات، والرب يسوع مع تلاميذه كان يأخذ دور المعلم. ذلك التعليم المتاح لنا في هذا اليوم. المعمودية تجعلني أفهم أن هناك إنسانا عتيقا راغبا باستخدام أعضائي للإثم بقيادة إبليس. من جهة أخرى، هناك إنسان جديد ولد في جرن المعمودية راغب باستخدام أعضائي للبر بقيادة الروح القدس. دوري أن أقرر لمن يجب أن أعطي زمام الأمور في كل موقف، حيث هناك مواقف صغيرة تجلب مرارة على المدى البعيد لو عبث بها إبليس. مشيئة الروح القدس هو الثمر من خلالنا وإعطائنا سلام المسيح، ولا يرغب لنا بتعكير صفو حياتنا الروحية بالتحديات اليومية الصغيرة، لأنه يفترض بنا العيش بحسب الروح، أي الروح القدس، ممسكا بزمام الأمور في كل الأوقات. لماذا؟ لكي نتمم مشيئة الآب، أي نكون مركزين على السماويات ولا نتعثر بهذه الأمور الصغيرة. ولكنك قد تتساءل: هل معنى كلامك أنني لن أفكر بالموضوع ولا أسعى لحله؟ الجواب بسيط: لا تشك أن الذي سلمته زمام الأمور
لديه القدرة والسلطان على التعامل مع هذا الموضوع، وهو قادر على تحريكك كإنسان روحاني للتعامل مع هذه الجزئية بطريقة تجلب لك سلام الرب، تحقيق مشيئة الآب ونتائج عملية مضمونة. أصلي أن يكون تأمل اليوم سبب بركة لحياتكم، ودمتم في مشيئة الله.